بعد ما هزم اليوم الأرجنتين في مباراة تاريخية، هيربي روناركي وجه رسالة تاريخية ومؤثرة لجميع المدربين ديال المنتخبات العربية ومنهم وليد الركراكي قبل مباراة كرواتيا. هيربي رونال اللي نصفته كرة القدم بعد الأداء الكبير مع المنتخب المغربي في مونديال روسيا وغياب النتائج، فاجأ الجميع وفاجأ مدرب الأرجنتين. أين هي خطة التسلل في الشوط الثاني من بعد ما تمد عليها في الشوط الأول؟ المفاجأة أن هيربي رونار قسم المباراة لأطوار. رونار لعب أفكار مدرب الأرجنتين وخلاه يعتقد أن المشكلة فقط تكمن في التسلل، وخلاه يضيع ربع ساعة من الشرح بين الشوطين فقط وشرح فيه للاعبين كيفية كسر التسلل. وبعد ما اعتقد أن المهاجمين ديالو فهموا الأمر، رونار في الشوط الثاني هاجمه وفاجئه وسجل عليه وقفل عليه المساحات وحرمه من أي فرصة تسجيل سواء من تسلل أو انفراد. نتمناو من الركراكي يفاجئ كرواتيا إن شاء الله وينتزع الفوز بحصة كبيرة.